أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن دور الانعقاد الثالث من المجلس سيكون مهما وسيشهد زخما كبيرا نظرا لما تشهده الفترة الحالية من أحداث كثيرة على المستويين المحلي والعالمي. انسجام قوي بين أعضاء المجلس، وبالتالي حتى في اللجان بقت القصة فيها سهولة أكتر. في قوانين كتير وتشريعات كتير مطلوبة للبلد، لأن في الأول والآخر ناخد بالنا أن احنا عندنا بلد فيها تشريعات ممكن من 40 سنة و50 سنة بتحكمنا لغاية دلوقتي، وده كم كبير. مع التطور السريع بيبقى صعب جدا ان حد يفضل بيطبق قانون من 50 سنة. انشهدت الجلسة برقيات للتحية وللشكر والعطاء للشعب المصري وللجيش وللسيد الرئيس قائد معركتي البناء والتنمية. ان شاء الله الفترة اللي جاية ودور الانعقاد نتوقع ان يبقى فيه زخم ويبقى فيه مجموعة من المشروعات والقوانين والدراسات. دور الانعقاد الثالث في مجلس الشيوخ هيكون دور انعقاد مهم. احنا في عندنا احداث محلية وعالمية مهمة جدا، عندنا حوار وطني وعندنا مؤتمر اقتصادي وعندنا مؤتمر المناخ، لدينا العديد من الاستراتيجيات والدراسات المهمة اللي مجلس الشيوخ هيكون ليه دور كبير فيها لتقديمها سواء لمجلس النواب أو للحكومة. إن شاء الله في دور الانعقاد كاملا هيكون على مستوى جميع اللجان في مجلس الشيوخ هيكون في العديد من الموضوعات الهامة اللي احنا محتاجين ان احنا نشتغل عليها الفترة الجاية.